يعتبر الدكتور طارق البكري واحداً من رواد أدب الطفل في العصر الحديث، خصوصاً وأنه يحتل مرتبة مرموقة في أدب الطفل، ويحاول من خلال قصصه المساعدة في إرساء قيم تربوية وإسلامية وتعزيزها في شخصية الطفل العربي. يزخر سجل الدكتور طارق بالعديد من الإصدارات الهامة، حيث صدر له ما يقارب 500 قصة قصيرة للأطفال وأكثر من 10 روايات للناشئة، إلى جانب العديد من الدراسات والمقالات المتنوعة التي تتعلق بأدب الطفل. الدكتور طارق يدرس مقررات جامعية تتعلق بالقصة والرواية عامة وأدب الطفل على وجه الخصوص. للدكتور طارق بصمات واضحة في جبين أدب الطفل، مهما تحدثنا عنه لن نوفيه حقه. اليوم في عسيف نلتقيه في حوار استثنائي عن أدب الطفل في العصر الحديث. دكتور طارق البكري، يا هلا فيك ويانا في عسيف. مستمرين معاكم مشاهدينا بتقاريرنا في عسيف، ومثل ما شفنا هذا التقرير الجميل عن الدكتور طارق البكري، كاتب متخصص في أدب الطفل، راح يكون معنا يا هيا في حوار ممتع وشيق. أكيد. مرحبا، راح يكون معنا على الهواء. نعم، أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا، هلا فيك أستاذي. دكتور طارق البكري، بالبداية نبي نعرف شنو التحديات اللي تواجه أدب الطفل بالوقت الراهن، خصوصا احنا مع التطور والتكنولوجيا وتغير الجيل بكبره. صح. شنو التحديات اللي قاعدة تواجه هذا الطفل؟ بداية يعني أنا أشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء الجميل، وأحييكم وأحيي يعني الأخوة جميعا في محطتكم العزيزة، على قلبي جدا. تامر، نورتنا. وأود في البداية يعني أن أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا سمو الأمير شافيا معافى من كل سوء بإذن الله. آمين. أحييك الأخت هيا وأخ عبد الله على اللقاء. وبالنسبة للسؤال اللي طرحتيه أخت هيا، طبعا نحن الآن في وسط يعني ظروف شديدة الصعوبة عم نحيا فيها في هذه الأيام، مع الابتعاد عن المدارس وعدم وجود يعني وسائط متنوعة لتوجه إلى الأطفال. ربما مشكلة القراءة هي الآن بالنسبة للمتخصصين في هذا المجال هم كبير، لأننا نسعى دائما إلى تنمية حب القراءة وتنمية حب الكتاب في عالم الطفولة. اليوم يعني معظم الأطفال يتجهون للتسالي والألعاب المختلفة عبر الأقنية وعبر الأدوات التقنية المختلفة والشاشات المتنوعة، منها الكثير من الألعاب أو الكثير من الوسائط التقنية التي بات الجميع يعرفها اليوم. ولا يخفى طبعا علينا مدى تأثير هذه الوسائط في حال يعني استمرار تعرض الطفل لها بشكل يومي بشكل مستمر لساعات طويلة. لذلك نعيد ونكرر دائما ونشدد على أهمية الاهتمام بالكتاب وأهمية الاهتمام بالقراءة رغم كل هذه الصعوبات. واليوم يعني نجد لدى الأسر ولدى المؤسسات تركيزا على هذا الجانب، نظرا لما لمسناه من حاجة الطفولة إلى جرعات عالية من القراءة والتعليم ويعني المعرفة. دكتور، بما أن مثل ما قلت أن الأمور التكنولوجية هذه صارت جاذبة أكثر للطفل من الورق والقراءة والقصص الورقية، ليش ما نحول الاتجاه على أساس أنه يكون نفس الإنجاز اللي أنت قاعد تسويه والاهتمام في أدب بالطفل، ليش ما تحوله إلى تكنولوجيا وتجذب الطفل بطريقة أخرى متطورة أكثر؟ لا يعني
بدنا نكون يعني شديدي الواقعية. يعني احنا عندنا تجارب كتير في العالم العربي من محطات مختلفة تهتم بالطفولة، ولكن يعني عملية المنافسة منافسة، يعني لما انا يعني يكون بكل وضوح، لما نضع بلاي ستيشن امام طفل في مرحلة الطفولة المتوسطة او مرحلة الطفولة المتقدمة، يعني نجد يعني البلاي ستيشن طبعا بكل بساطة يستطيع ان يجذب الطفل طبعاً. يعني والان الكبار ايضا يهتمون بهذه الامور بشكل كبير. يعني يعني ما بدنا نكون نحن نعيش في عالم الاحلام، نحن دائما نفكر بالامور كما هي. الواقع يقول انه مهما حاولنا بالكتاب او حملنا عن طريق الوسائط التقنيه اللي بين ايدينا المتوفره، نحن لا نملك كثيرا من الوسائط التقنيه المنافسه للالعاب المتوفره والتي يصدرها الغرب الينا باستمرار. نحن نحاول على قدر الاستطاعه، وهذه الاستطاعه لانه اذا ما كان في جهات متخصصه، جهات تبذل كل ما لديها من امكانات لاجل دعم الطفوله بشكل مستمر، ونحن وصلنا اليوم الى هذه المشكله. يعني لم يكن لدينا في العالم العربي سابقا محاولات جديه فاعله، كان في بعض المحطات وبعض المجلات وبعض الاذاعات وبعض المواقع الالكترونيه المختلفه الموجوده ما زالت على الانترنت، ولكن ماذا حققت؟ يعني التحقيق كان محدود جدا، لم تستطع هذه كل هذه المنظومه الموجوده في العالم العربي ان يعني توجد للاطفال مساحه واسعه من الثقافه المختلفه. ما زالت يعني الان في الفتره الراهنه كل الاباء والامهات عم يشكو من هذه المحنه الحقيقيه التي نمر بها جميعا. لا يمكن دكتور اليوم يعني دكتور اليوم احنا نشوف اكيد المشكله هذه كبيره في الوطن العربي، لكن اليوم نوجه اصابع الاتهام، اعتقد بنظري انا حسب ما كلامك اللي انت قلته، نوجه اصابع الاتهام للام والاب، الام المسؤولين عن الطفل وعن حركته وكذا. لان انا شخصيا يمكن عندي في البيت واجه في هذه، يعني عندي بنت اختي تواجه مشكله يعني سنه من السنين حاش هذا الموضوع اللي هو صرع وسماه الدكتور يقول كهرباء في الراس بسبب الايباد، وهي تاكل تستخدم تشوف الايباد وهي قاعده وقت الفراغ تستخدم الايباد، ف يعني حاشتها مشكله مزمنه الى اليوم تعاني من هذا الموضوع. فاليوم يعني اصابع الاتهام مثل ما انا قلت لك موجهه للام والابو، يعني نبي فعلا شغله توعويه توصلها اليوم او رساله واضحه تكون للاهالي على اساس انه يسوون قيود لهؤلاء الاطفال. اخي عبد الله انت يعني ناولت موضوع جدا مهم ودقيق، يعني هذا الموضوع اللي تكلمت عنه حدث قبل سنوات، يعني كان في مجال اخر، كان في مدارس، كان في انديه، كان في مراكز للعب، كان في نوادي، كان في كذا، كان في مجالات واسعه للاطفال. اليوم ما في مجالات واسعه، اليوم كل الاطفال يعني حركتهم ضيقه، مجال صح. التحرك يعني الى اضيق الحدود، في المنزل، في الغرفه، في البيت، يعني في الحديقه الخارجيه القريبه ممكن، ولكن ما في مدارس، ما في مؤسسات للعب، ما في انديه رياضيه، ما في نشاط بدني عم يقوموا فيه الاطفال. يعني كل الامور استوجبت من الاهالي انه يعني ربما ليرتاحوا، ربما لان الطريقه الاسهل للسيطره على حركه الاطفال داخل المنزل، ما فينا نحن طبعا نلوم الأسر لأن مشكلة عامة، ولكن نحن دائما يعني نضع مسؤولية على الأسر، وبنفس الوقت نضع المسؤولية على المؤسسات ذات الاهتمام بالطفولة. في تقصير إن كان تقصير من على مستوى الأسرة الصغيرة وعلى مستوى الأسر، يعني الأسر الكبيرة كمجتمع بشكل عام. يعني بناخذك لمحطة مختلفة تماما ومهمة جدا ومضيئة في حياتك، اللي هي رئاسة تحرير كونا الصغير التابعة لوكالة كونا الكويتية. كلمنا عن هذه التجربة أكثر. طبعا هذه أنا بالنسبة لي يعني نقلة نوعية، يعني في هذه المناسبة أعرض عليكم هذه اللوحة الجميلة اللي كانت يعني في عدد من أعداد كونا، وهي يعني من أجمل الأعداد التي يعني وأجمل الأغلفة التي صدرت في المجلة، وعليها طبعا يعني صورة صاحب السمو عاده الله إن شاء الله آمنا سالما. هذه المجلة هي طبعا من ضمن المحاولات
التي يعني تقوم بها المؤسسات الكويتية المختلفة لتنمية حب القراءة للأطفال. هذه التجربة المجلة تقريبا صدر منها حوالي يعني 17 عدد، وكنا آخر عدد موجود في المطبعة. متى تم إصدارها دكتور هذه المجلة؟ متى تم إصدارها؟ نعم، متى تم إصدار هذه المجلة وكمل؟ في أي سنة تم إصدار هذه المجلة؟ أي سنة؟ هي صدرت تقريبا قبل 5 سنوات، صدر العدد الأول. هي تصدر 4 مرات في السنة. ممتاز. أصدرنا منها حوالي 17 عدد، وكان تصدر كمية كبيرة من حوالي 40,000 نسخة، وتوزع مجانا في كل أنحاء المدارس، يعني في كل أنحاء الكويت. وكنت أذهب بنفسي شخصيا لتوزيعها على الأطفال أينما وجدنا مدرسة تستقبلنا لتوزيعها على كل الأطفال في المدرسة. يعني نزلت منها نسخ في معرض، عفوا دكتور، نزلت منها نسخ في معرض الكتاب، لأن أكيد الأطفال يهتمون بهذه النوعية من المجلات. نعم، معرض الكتاب في كل معرض المعارض توجد، ويدوم توزيع الأعداد الأخيرة. ويأتينا إلى المبنى أيضا بعض الناس، والآن الباب يعني من يحب ممكن كمان يعني نعطيه بعض الأعداد السابقة، لأنه الآن نحن نحتاج طبعا إلى القراءة. هذه التجربة يعني من أجمل التجارب التي قمت بها في حياتي. طبعا كان لنا مشاركات أخرى في مجلات كثيرة، ولكن هذه المجلة لها خصوصية جدا فعلاً لأسباب كثيرة. كان لها بصمة واضحة أكيد، ونتمنى أن تستمر أكثر، لأن نحتاج مثل هالنوع. ما زال في أسر تحث أولادها على القراءة أو تهتم فيها الجانب هذا، وكذلك مثل ما قلت المدارس. فدكتور نبي، إحنا أسلوب الطرح اللي استخدمته في هذه المجلة أو في هذا الإصدار، هل كان معتمد على المواضيع، ولا معتمد على الجذب عن طريق الصورة، الشعر، القصص، شنو بالضبط؟ يعني نحن شوف أختنا الكريمة، هي الموضوع نحن حاولت أنا استخدم كل أنماط الممكنة في هذه المجلة، إن كان عن طريق السيناريوهات ولا عن طريق هذا نوع من السيناريو التي كانت تمثل شخصية صبي اسمه كونا. بطبيعة الحال المجلة تصدر عن وكالة الأنباء الكويتية كونا، وهي طبعا وكالة رسمية. المجلة يعني تحاول أن تنمي عند الأطفال الاهتمام بعالم الصحافة والكتابة والتأليف. لذلك كان هناك شخصية اسمها كونا الصغير، اللي هي شخصية المجلة. كان كل عدد يقوم بنشاط معين، إما يزور متحف الكويت، أو يزور مثلا ممكن أحد الجمعيات، أو يزور مركز من مراكز الثقافية في الكويت، أو نادي الشرطة، أو أي أندية من أنشطة الموجودة في الكويت، ويطرح معلومات ويطرح موضوعات تتصل كل الأمور التربوية والثقافية وهنا أيضا موضوع قصصي أيضا، يعني هذه القصة الإصبع البيضاء، كمان هذه قصة اختاروها على فكرة، اختارتها يعني وزارة التربية، واختارتها عدد من الوزارات الأخرى في العالم العربي لتكون ضمن المنهج الدراسي، وهي هذه القصة من تأليفي. والله دكتور طارق أمانة أنت مسوي شيء وايد حلو، يعني أنا ملاحظة مع الكل، مع الجمهور، مع أيضا مع زميلتي، قد نلاحظ شيء وايد حلو، هي أنه مركز أيضا على الصور. تذكرين قبل كانت إحنا كنا صغار ننتبه على موضوع أنه تكون المجلة فيها صور كبيرة، حتى قبل كنا ندرس في المتوسط الإنجليزي كانوا يعتمدون على الصور، لما يكون بس في كلام شوي يكون الكتاب ممل، شيء ممل وما يشدنا. ما أدري إذا معانا الدكتور بعد ولا معنا اتصال. دكتور نسمع يعني منك كلمة أخيرة دكتور في ختام هذه الفقرة، كلمة أخيرة توجهها لكل الناس. كان ودنا نطول وياك الصراحة، يعني موضوع وايد شيق ونحتاج أن احنا نتكلم فيه بشكل مطول أكثر، لكن الوقت. والله أنا سعيد جدا بلقائكم، وأتمنى لكم يعني التوفيق، ونعتبر يعني طبعا هذه المحطة من أجمل المحطات التي يعني أحبها وعزيزة جدا على قلبي، والأخوة يعني فيها بيعرفوا مدى يعني اهتمامي بكم وبمحطتكم الكريمة. دكتور وأتمنى شكرا. وأتمنى يعني من الجميع الجهات اليوم أن تعي يعني أهمية الطفولة أكثر وأكثر، وعدم يعني الارتكان فقط إلى أنه الطفل بس هو عبارة، يعني ما في مساحة له إلا المدرسة.
ربما هذه التجربة التي نحن فيها اليوم أزمة كورونا تستدعي تعاضد والتعاون بين جميع المؤسسات لأجل اهتمام بالطفولة أكثر وأكثر. شكرا لكم. شكرا لك ولجهودك ولكل إنجازاتك دكتورنا الغالي. فعلا هذا جانب وايد مهم بهالوقت، خصوصا الحين الأمهات إذا قاعد يسمعونا يدرون أن اللي قاعد يسويه دكتورنا واللي سواه قبل وايد مهم لتنشئة جيل كامل فعلا ومجتمع كامل. فعلا ذكرنا ترى مواضيع وايد مهمة، أمانة الدكتور يعني طارق البكري وجه تحية من خلال هذه المداخلة، يعطيه ألف عافية فعلا على المداخلة. فعلا اليوم قاعد تشوفين انت وجه اطفال يوم شنو صار، كله سوشيال ميديا، كله تليفونات وكله ايباد والله يكافي نشر هالامراض اللي قاعدين كهرباء زايده مش عارف ايش. فبس يمكن النقطه اللي عجبتني مثل ما قلت لك المجله اللي مركز عليها في موضوع الصور، ما صور تشد اكيد الاطفال وجوهد، بالعكس هذا شيء حلو. الحين طبعا مشاهدينا عندنا تقرير جميل عن فنانه كلنا نحبها، نشوف هذا التقرير ونرجع نستقبلها.